تعلموا مني قبل ما اروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو هذا راح نوريكم ثلاث منتجات قمت بشرائها عبر الانترنت. المنتج الأول هو عبارة عن نظارة إلكترونية للحماية من أشعة ماكينة اللحام. طبعا هذه تستمد الطاقة من خلال يعني لوحة صغيرة كهروضوئية وشمسية أو خلية تسمى خلية شمسية أو كهروضوئية. طبعا ويجي معها هذا حتى يعني لو أنت تبغى تربط مثلا. المنتج الثاني هو اللي هو الأسلاك حقة آلة الحام يعني الموجب والسالب. طبعا هذا السالب وهذا الموجب اللي راح أوضحه إن شاء الله. طبعا المنتج الثالث وهو آل مكينة الحام. طبعا اللي يميز هذه المكينة أنها صغيرة جدا وسعرها رخيص. و تشوفون هذه يجي معها القطعة هذه وهذه المكينة جدا صغيرة. طبعا هذه المكينة أمامكم فيها زر تشغيل زر إطفاء وفيها تحكم بالأمبير أو يعني الطاقة وشاشة LED. طبعا هنا في اللي هو ركبت الآن الموجب سلك الموجب أو القطب الموجب. الآن ركب القطب السالب فيها بلفه. الآن قمت بالتشغيل وأترككم مع الاستعراض لآلة الحام هذه. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.